طبعا الحين اعلمكم طريقة حف منقار الكاسكو مع اظافره. باذن الله راح اوريكم الطريقة، بس قبل لا احد يبيعها ويغامر يسوي هالشي هذا، ترى دير بالك، ترى اظفر الكاسكو ومنقاره في يعني لحم، دير بالك لا تحوش اللحم، اهم شيء انك ما توصل اللحم عشان ما يصير نزيف ولا سمح الله يموت الطير. هذا منقاره، صد منقاره، هذه الطريقه تقيد اظافره كذي تظهر من الشاشة. يلا شيل يلا شيل. ايوه شوفك، اهو خلصنا من الامور طيبه.